وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وعليكم السلام، ازيك يا قمر؟ اتفضلي. اهلا وسهلا. ازيك حبيبتي؟ اهلا، تفضلي. نداء اهلا وسهلا، شرفتي ونورتي. اهلا بيك والله. كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله زين. يا نداء، احنا كان عندنا نداء ليكي انك انت تيجي تعرفينا ايه العبايه المناسبه اللي نقدر ان احنا نلبسها طول الوقت بدون ما انا الجا الى مثلا انه لا العبايه دي مش هينفع اروح بيها الشغل، انا بس لازم البسها في الخروج، العبايه دي مش هينفع اعمل بيها ايه. لكن نسعد صباحك في البدايه. صباح الخير، ويسعدني نداءكم ان شاء الله. وراح ان شاء الله يعني أبين لكم شو العباية اللي تناسب كل المناسبات. حاليا ككلنا احنا في الخليج، الجو جميل، جو جميل تمام. فأنا دائما أختار الخامة اللي تكون خفيفة، فهم كيف؟ عشان أقدر أتحرك بحرية تامة. صحيح. وخاصة أكثر شيء للكليات وللجامعيات، معي الزبائن زبوناتي حبيباتي الله يوفقهم يا رب، أكثر شيء هم من الكليات والجامعات. يعني سهل الحركة لكونهم من محاضرة لمحاضرة، من صف لصف، فيضطروا يكونوا يعني يكونوا مريحات، لابسين خامة مريحة وبسيطة جدا، وأكثر ستايل يكون رياضية. أيوة. واللون الأسود ملك الألوان. أيوة. يعني نحن عارفين العباية من يوم يوم سودة، بس هلأ على العباية المعاصرة صار في ألوان جديدة عم تطلع، خبريني شوي عن هذا الموضوع وعن صيف هاي السنة، شو دور الألوان فيه؟ هي فترة نزلت بقوة العباية الملونة لدرجة اختفت اختفاء تام الأسود. صحيح. بس سبحان الله رجعت مرة ثانية بقوة الساحة، وبعد أقوى من القبل، لأنه يظل الأسود هو ملك الألوان. وتظل المرأة العربية، أنا قلت العربية قبل الخليجية، لأن صارت الحين المرأة العربية ما شاء الله عليها تتقن لبس العباية الخليجية، من أشوفها أنا بأمانة على بالي أنها خليجية. يعني صراحة ما شاء الله، حتى صارت العباية ما تنقال خليجية فقط. صح، العباية فقط. أيوة. والناس بتفهم. صح. وزي ما قلتي كمان انه بطل في كونسبت انه بس العباية هي اللون الاسود المقفول. فعلا. السادة الطويل اللي شكلها مش حلو يتخرج بيها، لا، شفنا البنات بدأت ومصممات بالاخص بدأوا يدخلوا الوان، بدأت تعمل مثلا الشيلة لون العباية فيها الوان من العباية، اصبح انه حتى البنات الغير محجبات او المش بيلبسوا عبايات حابة ان هي تجرب التجربة دي. تعرفي حبيبتي اصلا في المدارس معانا طلبوا ان المعلمه ما تلبس عبايه سوداء، دليل على الطالب بعد، ان الطالب ما تعرفي كبدايه دخوله للمدرسه في خوف شويه، فصاروا المديرات المدرسه يعني يحاولوا ان يقنعن المعلمات. حلو. أيوة. الالوان نوع شوي، الشيله تكون لون غير اوكي، العبايه سوداء اوكي، بس الشيله فصارت خلاص تكون بيضه او أيوة. رماديه مثلا. ايوه، فصارت خلاص تفتح في الالوان، وصارت العبايه العصريه مندمجه مع الماضي والحاضر، خصوصا انه الهدف واحد، يعني العبايه لسه محتشمه. أيوة، بس تغير اللون. بالضبط. فعلا. بس لكن اكيد في كولكشن نداء بالنسبة لأجواء الصيف وأجواء الشتاء. أكيد. بعتقد يمكن أجواء الشتاء بتكون الخامة شوية أثقل. أكيد. يعني في إلها رونق خاص كجو شتوي وألوان غامقة. الصيف اليوم نحن ب 2019، أنت وين استهوى تفكيرك بتصميم العباية وشو الأفكار الإبداعية الجديدة اللي حطيتيها؟ أول شيء طبعا الصيف معنى أطول من الشتاء، نحن مجرد لنا الخليج الشتاء حد 3 شهور بس مو قوي، فهم كيف؟ فنضطر حتى نلبس العباية الملونة، ما عندنا أي مشكلة. أما عن الألوان، لا أصلا أنت عايش في عالم كله ألوان، أنا أشوفك أنت بلون. صح. وأشوفها الجميلة بلون، وأشوف الحلوة بلون، فهم؟ فالمصممة دائما تخترع الألوان والتصاميم من الطبيعة. صحيح. فما تطلع، فأنت كإعلامي وأنت كإعلامية وأنت كمذيعة كيف تجرون كلام ويا بعض ويا بعض؟ هي الطبيعة تعطي الواحد سبحان الله يعني عفوية يعني لا حدود، فهي سبحان الله. حلو. كمان اتكلمتي عن العباية العصرية اللي ممكن أنا أخلقها أو ممكن أنا أخترعها، يعني مثلا أروح لمصممة الأزياء بتاعتي نورة أقول لها أنا بحب اللون الأورنج، هتلبسي عباية أورنج؟ أقول لها لا، وظفي لي اللون بشكل مناسب. أكيد. أنا لو زبونة جاي أقول لك الكلام ده، يعني
بتاخدي فعلا الاعتبار مثلا اموري النفسيه، حياتي، حالتي، الكلام ده كله؟ يعني بتتعاملي مع الزباين ازاي في اختيار الستايل؟ سؤال كلش حلو وذكي على فكره، ما توقعت. لا انا اول شيء اتعامل مع زبوناتي اخذ فكره منها، حبيبتي انت شو تريدي، شو فكرتك؟ بس هي من تعطيني فكرتها أنا فاهمة عليها. طبعا لما تيجي تقولي أنا أريد أورنج، يعني على طول راح أسوي لها أورنج؟ لا مستحيل أبدا. كمصممة لازم أدخل ألوان متناسقة حلوة كبنت وتليق عليها. أيوة تليق عليها، مستحيل خلاص أورنج أوكي أورنج. لا لازم أنا مثل ما أخذ أفكارها تأخذ أفكاري، فتكون الأفكار متفق عليها وان شاء الله ما تطلع معي الا ويا راضيه. طب نداء، شو رايك مثلا بالزخارف، الاكسسوارات؟ يعني هلا صرنا نشوف حتى على العبايه صاروا يلبسوا اكسسوارات صحيح. واضحه، يحاولوا يعطوا لمسه خاصه اذا كانت العبايه ساده. هل فينا مثلا ندخل احجار، قصص، تفاصيل، شك، خرز بالعبايه نفسها او بالشيله؟ اكيد. اول شيء العبايه تحسيها يعني خامتها مثل البحر، تقدري تنتجي فيها اي شيء تريدي، فاهمه؟ بس بعبقريه وذكاء. مثلا هي تريد حجر اوكي ما عندي مانع، بس احاول اشوف شخصيتها، مثلا اشوف طولها، اشوف جمالها، اشوفها ازاي، وانسق على الكلام اللي تريده. طبعا مثل حالتي انا الحين عامله بروش على عبايه هاي، يعطي رونق ونفس تطريز. التطريز يعني حلو. اوكي العبايه فعلا تكون سودة، بس سودة كلها يعني بدون اضافات ما تطلع. أكيد. فاهمة كيف؟ طبعا اذا احنا شايفين على الشاشه على السكرين بعض من تصاميمك، يا ريت لو تحكي لنا عن هالعبايه هاي. انا بعتقد انه هي مثل عامله مثل طبقات. ايوه مزبوط. طيب هذه برافو امجد عجبتني طبقات. الحين صاروا رجاجيل ما شاء الله، هم اذكى من البنات، وصاروا يميزوا البنت بجمالها بستايلها. على فكره هذه العباية بثلاث طبقات، أكثر شيء للكليات. هاي ترى عباية شوية قصيرة تيجي عفوا مع الشوز والحذاء الرياضي. إذا حبيتها نفس الشيء مثل اللي يكون لقاء خفيف كذا، يكون كذا. أنا عملتها لها التصميم طبقات خفية، بس هدي خامتها خفيفة جدا. يمكن أنت تشوفيها تحسيها ثقيلة، بس لا هي مو ثقيلة، هي خامتها خفيفة جدا، اللي تلبسها تحس نفسها مرتاحة جدا. حلو. كمان بحب يعني ان المصممه تبقى اخده بالها انه انا العبايه دي هيتلبس عليها ايه، ممكن تشيلي معاها شنطه ولا لا، تلبسي عليها مثلا شوز بالشكل الفلاني. حابه انك انت بتبقي عامله حسابك انه الشخص ده ممكن يرتدي ايه تاني اضافي. كمان معانا ديزاين تاني، حبيت الالوان اللي تحت في العبايه. في لولو او لا؟ هاي فصوص. نحن الخليجيين نموت على الفصوص نموت على الحاجات دي، الحاجة المخيوطة باليد، فاهمة كيف؟ نعم. فنحس إحنا الخليجيات ما نبرز نفسنا إلا بهاي الشيء ترى. يعني العباية السادة ما تقنعنا كلش. لازم يكون يكون فيها حاجة، يعني مثلاً دي للمناسبات، للاجتماعات، وللموظفات كمان. أيوة. أنا صديقاتي كل موظفات. أيوة. عملية لأن قماشة خفيف جداً. حتى الفصوص مو من النوع الثقيلة. ما بيوقعوا مثلاً. لا لا لا. ما ممكن أكيد أنت لازم تكوني مع الخياطة الصح تضبط كل شيء. مزبوط. بس أنا من زمان لما يعني كنت أروح وأنا صغير مع أهلي على المصممين العبايات كانوا يكووا الفصوص كي فعلا. فكنت أستغرب أنه كيف هاي العملية. يا ريت تحكي لي عن تكنيك أو تقنية وضع الفصوص أو الخياطة أو يعني تصميمها على العباية أكثر. سؤال جميل. على فكرة هو الفصوص نوعين، في فصوص ينخاطة وفي خصوص على الكي. فعلا الفرق بينهم اني للأسف الكي مع مرور وتكرار اللبس وتكرار الخسيل تحسها خلاص تبدأ الطبقة اللي تحت الشمع تبدأ تخضر، أول ما تخضر خلاص تبدأ تتساقط. أما الخياطة يكون ما بين جنبين الفص، يكون في فتحات فيضطر الخياط يخطط ما بين الجانبين فتكون ثابتة جدا. حلو. مثل ما شايفين احنا على الشاشة. أيوه. على كم العباية كأنه. أيوة. هذا لا هذا مو فصوص. هذا يعني خدعة شوي، خدعة النظر. أيوة. هذه مو فصوص، هذه نحن نسميها باللغة العمانية فولق. فولة. أيوة. هي تيجي يعني على أشكال ملونة وأشكال هندسية جميلة أقدر أركبها. اكسسوار. أيوة. يعني هو. هو لا هو لا حجر ولا 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 فصوص ولا شيء. بس. تيجي قطعة كاملة. لا لا مو قطعة كاملة، فهذا الشيء يعني من عمان.
فاهمه كيف؟ يا اهلا وسهلا بناس عمان على راسي وفصوص عمان الحلوه وكل حياتي. حاجه من عمان على راسنا على راسي والله حبيبتي جايبه لنا انت هدايا معاكي والله انا جايبه عبايتين وعايزه الامورات دي بس الاثنين ايوه حيكسحوا انتوا حتكسحوا العبايات اوه ماي جاد حبيبتي تفضلي هذا شيء بسيط اتمنى بس اني اشوفها عليكم عشان اقدر تفضلي حبيبي ان شاء الله هذا شيء شكرا كل شيء ان شاء الله طيب ينفع نقسها ايه رايك عشان اكيد الجمهور هيبقى عنده فضول اكيد اكيد واو حبيت او انا كمان بس استني ساعديني نور بدي اكون معاكم بس يعني يلا والله امجد لو انت تفرج ما تغلاش انت تفرج واعطينا رايك يعني بصي انا هلبسها لك واعمل لك بيها ايه عرض كمان والله ده شرف لي اصلا انت خليها العبايه حبيبتي تسلمي بصي دي حركتها ايه ان تظهر اللي انت لابسه تحت جواك ايه فاهمه هي مش بتاع لا تسكريها اذا ما تحبيش او تسكريها بس هي تظهر في ايام الاعراس او المناسبات ان انت لابسه ايه شفتي بقى العرض ما شاء الله ينفع تكوني عارضه هي كانت عارضه يا ما شاء الله شنك عم تستغل الموضوعين شفتي حبيت انها خفيفه والله هي كمان منوره العبايه هي منوره العبايه يا حبيبتي يلا انت الحين وصفي لي العبايه ممكن انا حبيت الكمام انا بحب الكمام الواسعه حسيت القماش الخامس زي لا خفيفه جدا جدا يعني دي مثلا ممكن انزل بيها على السوق اجيب اغراض سريعه شفتي؟ وانا لابسه تحتيها البيجامه عادي كده ايوه حتى موضوع الكوي المراه كثير 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 خاصه احنا الخليجيات كثير نلبس العبايه فسالفه اكمل بيها اللقاء معك اي حبيبي تفضلي شرف لي فسالفه الكوي كثير التعب صرنا نختار اقمشه ما تنكوى يعني صح خلاص البسيها ويلا انزلي السوق انزلي خلينا نشوف ديزاين نوار كمان ما عندي فضول البسي اتفرق. نوار والله حتطلعي قمر انت حتحليها اوكي بس اهم شيء قالت لي ان هي حاسبه حساب كل التفاصيل بس كثير وبعد على فكره الحين دارج العبايات اللي القصيره يعني فلا تحاتي على بالك انها هي قصيره لا هي لازم تبين انوثه المراه فسبحان الله الحين دارج هالستايل يعني مو دارج العبايات زي ما انت قلتي من شويه اللي هي بتلبس وريني نوار لاول مره بلبس عبايه مو بترجع اروح عند الخياط تحفه نوار والله هي طلعت لا واو لا جد هي انت محلي العبايه انا يعني فعلا انت. انا من شفتكم عرفت ان انا 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 على فكره جميلات تسلم ايدك يا عم العبايات مشبهونه يعني كل ستايلها حلوه جدا نور يا سلام بصي هاي ممكن حبيبتي توصفي لي الخامات انا كثير حبيتها وعم اقول لها لمنا انا اللي حبيت بعباياتك انه خفاف خفاف نوار خفاف نورت علي ورينا هنا بليز العبايه حبيبي شو رايك جميلة جدا 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 تعالي خليني واقف عندك هيك لا أيوة. والله نورة حبيبي انت اللي محلية العباية شكرا انتوا حليتوا شغلي اصلا حبيبتي والله العظيم انت شغلك جميل يا عمري حياتي عيونك الحلوة حياتي والحلو على فكرة انه ما في بالسوق اكثر من قطعة يعني انت عارفة عبايتك ما حدا لابس مثلك يعني عبايتي دي ما حدش لابس زيها لا انا من نوع اذا جتني زبونة قالت لي نداء لو سمحتي القطعة دي انا مش عايزة حد يلبسها زي او ما تتكرش اقول لها خلاص تمام ما طلبت شيء فلازم رضاء الزبون باي صح. طريقه أكيد صح. باي طريقه كان لا بس انت مريحه جدا في التعامل نداء يعني لو انت بجد والله انا الزبون عندك هبقى عايزه كل يوم اجي افصل العبايه يا عمري حياتي شرفني شرفني رغم ان انا جايه من عمان اربع ساعات حبيبتي نورتي يا عمري حياتي واتمنى تتقبلوا مني الحلوه العمانيه يا سلام يا سلام ده احنا لا لا اللي بنتقبل مستحيل يعني مستحيل اني اجي وما اذوقكم الحلوه العمانيه اخجلتونا يا اهل عمان والله اخجلتونا لا لو احنا اصلا اخوه وجيران ما في بيننا والله اخجلتونا وفعلا يعني الحلوى العمانية هذه ما بدي أحكي لك عنها والله هي كانت سخنة قوي بالليل خذتها أيوه. بس مسافة الطريق وحبيت أعملكم القهوة العمانية بس أربع ساعات لحد ما خلاص حيصبح آيس كريم لحظة ندى أنا حبيت المصري بتاعك لو سمحت تديني شوية بقى مصري فين الحلوى العمانية السخنة قوي يا جماعة أنا شوية كوكتيل فاهمة على لأن زباني متنوعة وليست من عمان فقط أنا أتعامل مع العراقيات لأن كوكونا بلدي ما شاء الله كثير من الشعوب المختلفة معنا مضيافة أيوة. مضيافة عمان فعندنا عراقيات عندي مصريات عندي لبنانيات عندي سوريات فهذا شرف لي وتعامل مع الكل الله حلو بس نداء بدي اياك تخبريني لانه انا الصراحه اول مره بكون عندي عبايه فبدي اياك تخبريني عن طريقه مثلا الغسيل الاهتمام بالعبايه الطريقه الصحيحه لحتى تضل محافظه على جماليتها حبيبتي ابدا ابدا ولا تفكري حتى بالغلط انك تنظفيهم بالبيت لازم دراي كلين اكيد بخار
غسيل بخار. ايوه غسيل بخار صحيح. شكرا على المعلومه. لان العبايه مثل الحلوى العمانيه. تعال عوافي عوافي. يا سلام يا سلام, يا سلام. شكرا يا احمد ميرسي. انا ولا مره مجربه. انا متشوقه. سوري بقى الحلوى العمانيه ان شاء الله بتحبيها. لا انا عمري ما ذقتها باي ذا واي. لا تفضلي حبيبتي. يعني انا ما اعرف. انت كمان شجره ولا سمراء؟ بصوا مرتبه. بصوا بقى بصوا الدلع يعني. بص باسر يعني فعلا ما بعرف شو بدي احكي لك. يعني انا وش هالحلوة. انتوا تعالوا عمان وشرفوني وحطكم على راسي. انا عارف يعني لي اصدقاء عمانيين اسلم راسي ما شاء الله. ما يعني ما بتقصروا لا في القريب ولا البعيد. يا لا طالع عليها طبعا كل الطاقم راح يجرب. طيب خلينا هون. لا وبصوا بقى المعالق هي أيوة فعلا مهتميه بكل التفاصيل. انا جبتها كل التفاصيل لان كل انا التفاصيل. ايوه مصممه لازم افكر في كل التفاصيل. المعالق أيوة. الجميله الصغيره الحلوه. مين عايز يدوق؟ كل يدوق. مين عايز يدوق؟ السؤال يا منى. كله تفضلي. ثانك يو. يعني بصوا هنضيفك بقى معانا. تفضل يا عمري حبيبتي. تسلمي. صاحبة الحلوى. خليك تجربي الحلوى العمانية تبعتنا. تفضل يا أمجد. اجتنا ضيفة اسمها نداء. أكرمتنا فيها. يا عمري. لا لا بجد هذا ولا شيء بحقكم بأمانة والله العظيم. يا عمري. تشرفوا لي لعمان. تعالوا إن شاء الله راح أضبطكم عادل مع القهوة العمانية. تفضل. يا عمري بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة خير يا رب إن شاء الله. وتحبوها يا رب. تفضلي نوار. خليني أجرب. حلو شكلها. شو كنت عم تقول شقرة أو شو؟ شقرة أو سمرة. هاي شو؟ لأن نحنا هاي نحنا عندنا الحلوى العمانية بعدة ألوان وبعدة نكهات. في واحدة شقرة بالمكسرات بالهيل بالزعفران بالمالورد وبعد وبعد وبعد. بس أنا ما قدرت أكتشف هاي شو. هاي بشو؟ هاي شقرة ولا سمرة؟ خالص أنا ما أعرف هو جابها من شفتي من قال لي سمرة شقرة. أنا ده نصيبي. سلام. ده نصيبي. لا أنا خلي بالك أول مرة أدوقها. الله على فكرة كتير طيبة. لو سمحتي جماعة عندنا حلقة. طلعنا بريك. والله كان نفسي أعمل لي القهوة العمانية مع الزهيل والزعفران تطلع طيبة بس المسافة الطريق. بس توقع علي. سلام. يا جماعة إحنا عشان بنحب الحلوى. أمجد لا مش هيك. طب نداء أول شيء وآخر شيء شكرا. شكرا. نورتينا وشرفتينا. صباح الخير يا وطن. لازم ناكل. لازم نطلع بريك سريع. تعالي عشان في إشي رح.